مرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس ليوم غد الاربعاء. كتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد شيئا ما بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسفوح الجنوبية الشرقية مع تكون صقيع خلال الصباح والليل، وذي تكون كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بسواحل المحيط الأطلسي والسهول، كما غادي تلاحظ انتشار سحب من الأجواء العليا والمتوسطة بجنوب المملكة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء. الآن خليكم مع درجات الحالة. 17 درجة مدينة طنجة، 20 درجة بوجدة، 18 بالرباط، 20 درجة بفاس، 17 درجة مدينة الدار البيضاء، 19 بمكناس، 23 بمراكش، 23 درجة بأكادير، 28 درجة بالعيون، 23 درجة مدينة الداخلة. نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل، واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في، واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، البرامج، حوارات وريبورتاجات، كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.